لقاء جمعية الخروب واتحاد الحجوت هو لقاء البحث عن أول فوز بالنسبة للفريقين. اتحاد الحجوت دخل في صلب الموضوع وتمكن في الدقيقة 11 من المباراة من الوصول إلى شباك الحارس بطاط عن طريق اللاعب سلامي. هدف أسعد كثيرا اللاعبين والأنصار الذين تنقلوا إلى مدينة الخروب. رد فعل الجمعية المحلية جاء بعد هذه المخالفة ورأسية الضرع التي صدها الحارس الشلالي. نلعب بالدقيقة 35، توغل من جانب اتحاد الحجوت وعرقلة في منطقة العمليات، يستفيد خلالها الزوار من ضربة جزاء حولها اللاعب أوراس إلى هدف ثاني. الجميع ترد لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول على نتيجة هدفين لصفر لصالح الزوار. المرحلة الثانية من المباراة لم تحمل الجديد جمعية الخروب، رمى بكل قواه في منطقة الحجوت لكنه لم يفلح في تقليص النتيجة رغم تسديدات اللاعب ديب التي كانت خارج الإطار، لينتهي اللقاء بفوز اتحاد الحجوت على نتيجة هدفين لصفر. المقابله اليوم كانت صعيبه، كنا نستناو الصعوبه تاعها، وهذا للطابع تاع الرابع مقابله احنا بدون اي فوز، هما ثلاثه تعادلات، مي احنا جينا اليوم من اجل الفوز حقيقه، جينا من اجل ورقه تاع ثلاثه نقاط. كنا محضرين المقابله كما ينبغي، سيتو في لاميني ترافالي تاع ان سيمان، احنا اللي حررنا وهو الهدف الاول في الدقائق العشر الاولى اللي خلتنا اريحيه وخلتنا نبقاو في التنظيم في اللعب تاعنا، وين سيطرنا على وسط الميدان، بلعنا الثغرات حسب القوه تاع الخصم. لا رياكسيون تاع المنافس ما كانش قويه اللي خلتنا اون اجي لا بريمي ميتون دوزيام ميتون دوموندي دو بريسي بليو ان بلوك بليو، جات على اثر الهدف بيتون لو دوزيام بوت كي نوزا ليبيري لا دوزيام ميتون اون اجي لي سباس اون اجي لي فور تاعنا. نظن باللي اليوم ما كناش مليح، احنا اللي ما كناش مليح، ليكيب تاعنا يعني ما دارتش مليح، وين الخصم يعني استغل يعني الدخول تاع الفريق تاعنا غير موفق، وين كانوا اللاعبين تاعنا كيما نقولوا احنا امورف ما كانوش مليح في لي ديال ما حكموش البالو مليح، لا سيركيلاسيون البال ما كانتش عندهم هذيك الجراه يعني الهجوميه. نظن انه يعني الخصم ثاني يعني استغل يعني هذا الضعف تاعنا احنا، وين سجل هدف اول اثر يعني كره من قطفه من بعيد، وزادوا هدف ثاني يعني من ضرب جزاء. وحنا كتعرف يعني الفرق الجزائريه خاصه يعني فريق تاعنا اليوم كان يعني فابل دو كاركتر، ويعني ما قدروش يعني يرجعوا. اذا هذه